بعد في حدا من برا ولا هيدا خلاص؟ لا خلاص بيروت بس. ايه طيب وين جولين؟ جولين صار معليك. أهلا وسهلا فيك. اليوم الجولة من أجل إعلان عن لقاحات ستتوفر وسيصل عددها إلى 600,000 لقاح. شو أهمية التوعية من اللقاحات أو شأن تناول اللقاحات؟ لأنه نعرف وقت لقاحات كورونا في ناس تخوفت وطالت فترة أنه تناولها أو أخذها للقاح. نحن حقيقة هدف اليوم الجولة عدة أمور. أول شيء كان الهدف أنه نشوف الوضع الميداني على الأرض بعد الزيارة اللي عملناها مبارح لمنطقة عكار، واللي شفناه نحن اليوم بمناطق البقاع بشكل عام انه لازال عدد الحالات الحمد لله يعني مقبول، مش مثل اللي شفناه بمناطق عكار. ولكن نحن طبعا يعني بهمنا انه نحن نضلنا على درجة عالية من الجهوزية، ولذلك كانت الزيارة اليوم هون لمستشفى منظمة أطباء بلا حدود في منطقة بر الرياس، اللي هن جهزوا جزء من المستشفى لاستقبال أمور مرضى الكوليرا، فهن عندهم عزل تام بمستشفى هون بين الجزء اللي عم بيقوموا فيه بإجراء يعني الأعمال الطبية والجراحية للمرضى المحتاجين من لبنانيين أو نازحين، والجزء الآخر اللي هلأ تجهز ليستقبل مرضى الكوليرا، وبالفعل شفنا كان في مرضى بالمستشفى. فبهذا الموضوع نحن حتى لا سمح الله إذا صار في أي انتشار نكون جاهزين، ولكن بنفس الوقت نحن عنا تركيز كتير كبير على موضوع الوقاية. واحدة من الأمور المهمة بالوقاية موضوع نشر اللقاح. نحن مثل ما حكينا صحيح في 600,000 لقاح حيوصلوا على لبنان نهار الأربعاء إن شاء الله. نهار السبت المقبل حتبلش حملة التلقيح بالمناطق المستهدفة اللي هي المناطق أكثر عرضة، وهي مناطق بعكار، مناطق بشمال البقاع، وكذلك مناطق بوسط البقاع. بهذا الموضوع هنالك يعني منظمات محلية حتساعدنا، إن كان منظمة الصليب الأحمر اللبناني، الأطباء بلا حدود، مدار أو جمعية عامل، وحيكون في هنالك مسح ميداني لحتى نتأكد إنه نحن عم نغطي كمية كبيرة من يعني المستهدفين. بهذا الموضوع نحن اليوم كان عنا حوالي 9 زيارات لمختلف المناطق، وكنا عم نشوف كثير من الفعاليات من رؤساء اتحاد بلديات، رؤساء بلديات، مخاتير، مدراء مستشفى مدارس وغيرهم، رجال دين كذلك، لحتى نحن نزخم عملية تقبل اللقاح. موضوع نشر الوعي هو أمر كثير أساسي. كذلك هنالك في فرق محلية حتنزل على الأرض غدا خلال الخمسة أيام اللي جاي، كذلك لزيادة في يعني موضوع التوعية وأهمية أخذ اللقاح، لأنه نحن بنعرف أن موضوع الكوليرا هو مش بس موضوع صحي، هو كذلك له انعكاس على موضوع خارج الصحة، موضوع الزراعة، موضوع السياحة، موضوع الاقتصاد. ولذلك من المهم أنه نحن نوضع حد لهالوباء بمهده، وما نسمح لهال يعني الوباء أو لهالجرثومة هاي أنه تستوطن في لبنان. نعم. شعرت أنه المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى الكوليرا، في تجهيزات، في استعداد، والأهم في جو من الوعي كما تحدثنا عند الناس؟ ما في شك أنه هنالك تجاوب كتير كبير نحن شفناه من المسؤولين، من الفعاليات على الأرض، من المستشفيات. يعني نحن في المستشفى الميداني اللي هلأ عم ينفتح بعرسال تقريبا صار جاهز، كذلك هلأ شفنا المستشفى اللي بر الياس في الشمال، منحنا بارح كنا شفنا المستشفى الميداني في ببنين، التوسعة اللي عملناها بحلبة، وكذلك اللي انعملت بمستشفى طرابلس. نحن برجع بقول يعني نحن مستشفياتنا جاهزة، ولكن نحن نتأمل انه نحن ما نوصل لمرحلة نستعمل. يعني نحن منفضل انه هالأسرة اللي عم جاهزة ضل فاضي، وذلك عبر إذا صار عنا تجاوب، إن كان بإرشادات التوعية، استعمال المياه النظيفة، الصرف الصحي، وزارة الطاقة والمياه مثل ما وعدت أنه تأمن الكهرباء لمحطات ضخ المياه ومحطات تصريف المياه المبتذلة، وأخيرا بموضوع يعني نشر اللقاح، نحن بدنا ننشر 600,000 جرعة في فترة 3 أسابيع، فهي مهمة كبيرة، ولكن نحن أكيد أنه فرقنا جاهزة، ونحن بحاجة يعني تجاوب من المجتمع لحتى نحن نقدر نقوم بهالمهمة. لقاح يؤخذ عبر الفم، لقاح كوليرا؟ صحيح، هو مثل لقاح شلل الأطفال، هو لقاح آمن صار له معنا 30 سنة،
يأخذ عبر الفم ما له عوارض جانبية، يعني بعض الناس يمكن يصير معهم يعني شوية غثيان لفترة بسيطة جدا، وبأمن حماية لبين 5 و7 أيام. نحن بهمنا خاصة يعني الأطفال اللي أعمارهم من سنة وما فوق والشباب الصغار، لأنه هدول اللي عم نشوف أنه عم بيكونوا أكثر شيء متأثرين بالمستشفيات، فبهمنا كذلك. وفي تواصل صار مع وزارة التربية مشان موضوع نشر اللقاح بالمدارس. بس برجع بقول نحن يعني الاعتماد الأساسي هو على وعي المجتمع، على وعي الفعاليات لحتى يكون إلزامي أو اختياري. لا أكيد مش حيكون إلزامي، ولذلك نحن هذا أهمية حملات التوعية، لأنه نحن بنتمنى أنه يعني برجع بقول هذا الموضوع بكل بلاد العالم عم ياخدوا لقاح، هو منه جديد لحتى يكون في بعض المخاوف مثل مثلا لقاح الكورونا، ولكن بالنهاية التوعية أساس. نعم، شكرا معاليك ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا كنا ببث مباشر من مستشفى أطباء بلا حدود في بارلياس. وزير الصحة فراس الأبيض جال عددا من مناطق محافظة البقاع من أجل الإعلان عن إطلاق أول دفعة من حملة تلقيح المواطنين لتفادي الإصابة بفيروس أو وباء الكوليرا. وقال الوزير أنه اللقاح سيؤخذ من الفم ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان. من بارلياس كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.